السلام عليكم الإخوان. أخيرا المهمة الأولى انتهت لصالح الوداد بفوز 1-0. وقدروا أنهم يردوا الدين، ما قدرش نقول لك أنهم يقدروا يردوا الدين، ولكن مهم الفوز بمثابة أنهم يردوا الدين ديال 2019. خلينا ما نضركمش على هذا البلان باللاتي. كما قلت لكم الإخوان، الوداد قدرت تفوز على الترجي التونسي على أرضية الملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، يعني روتور كاين في تونس. والأهم من هادشي كامل، على الأقل على الأرض ديالك تربح. ما يهمش أنك لهيت تمشي واش تربح ولا تخسر، المهم في الأرض ديالك ربحتي. المشكلة فين كاينة؟ هي اللي خسرتي في الأرض ديالك، اللي كانت النسبة ديال الحظوظ أنك تفوز فيه كبيرة بزاف مقارنة مع الخصم. عارفين في بلادك وفي التيران اللي كتلعب فيه دائما كدا الجمهور ديالك، باش تكون خارج من بلادك وخارج من تيرانك يعني غتكون شوية الأمر صعيب. الحمد لله قدروا يتغلبوها في هذا الماتش، وهذه هي المباراة السابعة اللي كتجمع ما بين الوداد والترجي التونسي. والإخوان اللي زاد عجبني كثر هو المدرجات المتالعة الأخير ديالها. الإخوان كلشي تيشجع، كاين واحد الضغط كبير كبير بزاف. نقدر نقول لك كانوا خصهم يخرجوا اكثر من واحد، يعني يفوزوا اكثر من واحد، ولكن الاهم هو انهم ربحوا مشقة الانفس الاخوان. كما قلت لكم الاخوان، هذا ماشي ماتش عادي، هذا ماتش بمثابه ردين ديال 2019 بالنسبه للناس اللي ما عارفينش شنو كان وقع في 2019 وكلشي كيقول ردين. نعاود لكم البلان اجيس كازي. البلان وما فيه هو ان كان ماتش ديال الوداد والترجي التونسي كان الالي هنايا في المغرب، وخرجوا بتعادل 1-1، يعني الروتور كاين في تونس، ولكن في الروتور فاز الترجي ولكن بواحد الطريقه اللي غريب. وداك المباراه تسمات بمباراه العار، وفاز فيها الترجي بقرار الاتحاد الافريقي بعد ما كملتش الوداد المباراه وقررت انها تنسحب من بعد ما الغى الحكم المساعد الهدف بدعي التسلل، الهدف اللي سجلو وليد كريتيلي. قرروا اللاعبين انهم يسحبوا من داك المباراه، غير خليوها تديها الترجي الا كان بعض الضرب برشوه وكان تلعب في المباراه، فاللهم نخليوها لهم ونخرجوا قبل ما يتسال الماتش. هذاك الشيء اللي كان الاخوان خرجوا لان الحكم ما قررش بشرعيه الهدف، والحكام كانوا مصريين، وشويه كان عندنا شويه ديال السيركوي حنا والمصريين. جا هذا الماتش وردوا الدين وكذا وشحال من حاجه. كما قلت لكم في هذا الماتش الاخوان جا الهدف الاول لصالح الوداد. اصول الاخوان بزاف قسما بالله، كنت انا واحد الدري يعني كندوي ابل فيديو، كان هو حاضر في الماتش مع الوقت اللي انا غندوي معاه، كنت ماركا البيت. عرفتي شنو يا الاخوان؟ مركب تزعزع كومبلي، فرحه الجماهير كلشي فرحان، لان راه فريمون مشقه الانفس باش ربحوا باش جابوا ذاك الهدف. اليوم اصلا باغيين يردوا به الدين وشحال من حاجه، ولكن عرفتي شنو يا الاخوان باش تجيب هدف والخصم شنو يعرفتي دفاعات مغلقه، يعني بسبب الهجوم كلشي مدافع. الحمد لله قدروا يجيبوا الهدف، استمرت الخطوره الوداديه ما هزت الترجي التونسي الهدف الاول. فراه ضروري غنضغط شويه على الاقل باش تكسب غير التعادل اللي هي اصلا كانت باغا من الاول. انا كنبين لي الترجي باغا غتعادل اصلا، مدافعين ومنهاجمينش، يعني الوداد كتهجم كيفرسكوه ماكوا وكيعتمدوا على الهجمات المرتده كيما قلت. المهم الاخوان، الوداد ما حبساتش واستمرت الخطوره ديالها على الدفاعات التونسيه، وكان غيزيد الشرقي البحري من الغله ديال التهديف لولا العارضه الاخوان اللي وقفات في وجه طموحه. تسالى الماتش لصالح الوداد، وجاي الرتور اللي كاين في راداس اللي غيكون صعيب الاخوان بزاف. نتمنوا ان الوداد تاخذ بطاقه التاهل النهائي، ونتلاقاو ان شاء الله في ذاك الماتش ونحلوه حتى هو. المهم وصلنا للتالي ديال الفيديو، نتمنى يكون الاعجاب ديالكم، خليو واحد لايك وكومونتير وسبسكرايب باش يوصلك الجديد. المهم كان معكم زكريا ديكو، تحياتي.